احنا بنصور اكثر من اغنيه، صور اغنيتين ان شاء الله، بس لسه ما اقدرش اغنيها قبل ما تنزل. فيها ستايل مختلف، سكه في المزيكا مختلفه، راب شويه على روشن، بس برضه دايما بحب احافظ اكيد على الحته التاتش بتاعتي، اكيد على الستايل بتاعي ما فقدوش خالص. لازم تنويع اكيد اكيد، لو في فكره حلوه يبقى الاثنين يبقوا اضافه لبعض. اكيد دلوقتي موضه كمان المزج كده والديو والحاجات اللي بتبقى راب والهيب هوب، فايتس نايس ليه لا. فزي ما بيقولوا ام سيفينج ذا بيست فور ذا لاست. طبعا تجربه جميله جدا بالنسبه لي، واضافه ان انا احطها في الارشيف بتاعي. استاذ حميده تاريخ، واستاذ كبير يعني برده عنده رهبته، برده الكبار النجوم التقال الكبار دول مدرسه، تعلمي منهم حاجات مختلفه اكيد غير الجيل بتاعنا ده. ودور فريده البارون برده رئيسه عصابه ومافيا لا حلوه يعني، عجبتني وحسيت ان برده ما قدمتش كتير الجو ده، حلو يعني، يعني ضيفه شرف وخفيف نضيف زي ما بيقولوا، تجربه حلوه. شو يا شباب؟ شو يا رجال؟ شو بعدكم ناطرين؟ ها؟ تركين اللي قتل بيي عم بيشمط فيكم وانتوا قاعدين عم تطلعوا على خطوطكم مثل النسوان؟